مرحبا بكم في شي تك. في المرة السابقة تحدثنا عن تطبيق هايبر لابس لأجهزة الآيفون، أما الآن فسنتحدث عن تطبيق فريم لابس لأجهزة الأندرويد. تطبيق فريم لابس من شركة نيكسيمو لابس لتسريع الفيديو والخاص بأنظمة أندرويد. التطبيق مجاني ومتوفر في متجر جوجل بلاي، وتتواجد منه نسخة احترافية ذات خصائص أكثر ب$3. لاستخدام فريم لابس يتوجب عليك ضبط الإعدادات قبل بدء تسجيل الفيديو. فأولاً عليك ضبط مدة الفيديو وعدد الصور الملتقطة في كل ثانية، بجانب الخصائص الأخرى كالتكبير وخاصية التركيز التلقائي أو الأوتو فوكس والتحكم بالألوان وسطوعها. يعمل التطبيق على تسريع الفيديو وضغط عدد إطارات الفيديو، فيمكنك تحويل فيديو مدته 3 دقائق إلى 1 دقيقة. ولكن هناك ملاحظة على التطبيق وهي تخص الاهتزاز، فهذا التطبيق لا يتخلص منه كما هو الحال في تطبيق هايبر لابس. وهذه هي المقارنة بين التطبيقين. كان معكم سلطان بتاوي، العربية. هذا البرنامج برعاية زين.